راتب العاملين والمتقاعدين على حد سواء حتى يصبح عنهم استقرار أسري، العامل اللي على الحدود، الداخل اللي على الطرقات، ينظم السير، يطفي الحرائق، يحتاج أن يكون في بيته وبيوت ويقدر يدفع فواتير الكهرباء والمي. أناشد الحكومة من خلال الرئاسة الجديدة نظرا للظروف الجوية الحالية بعدم رفع المحروقات وخاصة التدفئة بالغاز والديزل والغاز بالظروف الجوية الحالية ونظرا للتضخم. الوظائف في الاستثمار الخاص والعام وأولوية التعليم.